السلام عليكم، أنا اسمي وائل سلطان. أنا بسجل الجزء الثاني من الإكسبيرينس بتاعتي في مشوار اليو اس ام لي. من حوالي 4 شهور أنا كنت عملت الجزء الأول وحطيته على انتر جروب اللي كنت بتكلم فيه عن الفترة من ساعة ما بدأت أذاكر اليو اس ام لي لحد ما قدمت على الماتش في سبتمبر 2012. النهاردة هتكلم عن الجزء الثاني من الإكسبيرينس اللي هركز فيه على الفترة من ساعة ما قدمت على الماتش لحد ما أنا بكلمكم دلوقتي قبل ما أبدأ الريزنسي بتاعتي. الجزء اللي أنا هكلمكم عليه أنا قسمته يعني بالوقت، بمعنى إن أنا حطيت هنتكلم يعني على أول جزء فيه عن فترة التقديم نفسها، وبعد كده فترة التحضير للإنترفيوز، فترة الإنترفيوز، وبعد كده فترة الأسبوع بتاع الماتش وقبله وبعده نعمل ايه، وآخر حاجة هنتكلم عن الفترة اللي قبل الريزنسي على طول، ايه الحاجات اللي انت محتاج تاخد بالك منها وتحضرها. طيب هنتكلم أول حاجة وانت داخل الماتش أو داخل على التقديم للماتش في سبتمبر في 2000 و... أو أنا كنت في 2012، انتوا بقى إن شاء الله هتقدموا في 2013 أو بعد كده. ايه اللي محتاج يكون عندك في السي في بتاعك جاهز عشان تقدم بيه؟ طبعا اللي انا اقوله ده هو يعني من الكلام ده الوضع المثالي، لكن طبعا في ناس بتبقى ظروفها في حاجات عندها ناقصة، حاجات مش كاملة. هنتكلم بقى ممكن نعمل ايه ساعتها. طيب دلوقتي انت المفروض تكون خلص امتحاناتك كلها ستيب 1 وستيب 2 والسي كي، ويا سلام كمان لو معاك ستيب 3 والسكورات بتاعتهم جاهزة طلعت كلها قبل سبتمبر يوم 15 شهر سبتمبر. طيب الحاجة التانية ان انت تكون كملت الإيراس ابليكيشن بتاعتك، يعني كتبت السي في بتاعك بكل تفاصيله، كل اللي انت عملته related للماتش سواء بقى US clinical experience research residency انت عملتها في مصر، ماستر انت عملته، الميديكال سكول اكسبيرينس بتاعتك، الانترنشيب، كل الكلام ده تكتبه وليه مكان في الاراس ابلكيشن. ودكتور محمد صلاح كان عامل قبل كده برزنتيشن مفصل جدا على انت ازاي تقدم على الاراس ابلكيشن وازاي هتملاها جزء جزء، فانا مش هضيع وقتي فيه لانه هو اوريدي موجود على الجروب. الحاجه التانية حاول برضه انت تكون اي سي في ام جي سيرتيفايد قبل ما تقدم على الماتش، بتفرق جدا مع بروجرامز كتير ان انت تكون اي سي في ام جي سيرتيفايد. فلازم لو انت متاخر في امتحاناتك وهتمتحن قبل يعني سبتمبر بشويه، حاول على الاقل تدي فتره ما بين اخر امتحان وما بين 15 سبتمبر حوالي يعني حوالي شهر ونص، لان انت هتحتاج 3 اسابيع بعد الامتحان عشان النتيجه بتاعت الامتحان تطلع، وبعد كده حوالي اسبوعين عشان الاي سي في ام جي سيرتيفيكت تتبعت لك. انت طبعا مش لازم الاي سي في ام جي سيرتيفيكت تكون في ايدك ساعه ما هتقدم على الماتش، لكن بس تبقى في السيستم ان انت سيرتيفاي، وده ممكن ياخد حوالي يعني اسبوع مثلا بعد نتيجه اخر امتحان. برضو طبعا محتاج ان انت تجهز البيرسونال ستيتمنت بتاعتك وتحطها، محتاج ان انت تكون ابلودد ليترز اوف ريكومنديشنز بتاعتك كلها قبل ما تقدم. وده زي ما قلنا هو ده المثالي ان انت كل حاجه تكون خلصانه وجاهزه قبل ما تقدم. طبعا في ناس هيبقى عندها ظروف مختلفه، هيكون عنده امتحان لسه ما دخلوش، هيكون ما هوش سيرتيفايد ساعه لما هيقدم، هيكون عنده لسه في ليتر اوف ريكومنديشن ما لحقش يعملها ابلودنج قبل ما يقدم على الماتش. كل بقى الظروف دي يعني انت بتحاول على قد ما تقدر ان انت تكون بيرفكت قبل ما تقدم. في حاجه ناقصه بتحاول تنوتيفاي البروجرام اللي انت او البروجرامز اللي انت قدمت عليها بالابديتس اللي انت عملتها. لو الابديت ده هيحصل يعني مثلا يعني انت قدمت يوم 15 وبعد كده في نتيجه الامتحان طلعت بعدها باربع خمس ايام، خلاص غالبا ده هيروح في السيستم على طول ومش هتحتاج ان انت تبعت ايميلات او اي حاجه، لان معظم البروجرامز ما بتبداش تراجع الابلكيشنز بدري قوي كده. في كتير من البروجرامز بتستنى اسبوع واتنين قبل ما تبدا تراجع الابلكيشنز. لكن لو انت عندك حاجه متاخره يعني حصلت بقى في ديسمبر او كده، ان انت مثلا بقيت سيرتيفايد، ان انت خدت ستيب 3، ساعتها يبقى الاحسن ان انت تبعت ايميلات للبروجرامز اللي انت قدمت عليها عشان تحسن فرصك في ان يجيلك انترفيو عندها. طيب هقدم على كام بروجرام؟
يعني هتسمع كلام كتير قوي، وطبعا مفيش حاجة اسمها رقم محدد تقدم عليه، وبيختلف كمان على ان انت ناوي تقدم على كام سبيشاليتي، يعني لو انت مركز بس في الانترنال ميديسن، ولا انت ناوي بس تقدم على باثولوجي ولا فاميلي ميديسن، يعني هتختلف من شخص لتاني. الانترنال ميديسن حالة يعني خاصة شوية، لان عدد النيابات بتاعته كبيرة جدا، وعدد الناس اللي بتقدم عليه كتير جدا، فبالتالي الاحسن ان انت في الانترنال ميديسن تقدم على اكتر عدد من النيابات تقدر تقدم عليه. انا قدمت على حوالي 150. حاول تكون في الرينج ده بالنسبة للانترنال ميديسن، لو هو ده بالنسبة لك الـ يعني المين تارجت، يعني ما هوش انت مقدم عليه كباك اب او كده. لما اقدم عليه كباك اب طبعا، يعني طبعا ممكن تقدم على عدد اقل بكتير، لان العدد 150 ده هيكلفك مبلغ كبير. فانا بالنسبه لي انا ما قدمتش على حاجه تانية غير الانترنال ميديسن، هو ده كان هدفي الاساسي، فبالتالي حطيت كل تركيزي وكل فلوسي فيه. لو حد حطه بس كباك اب هيقدم على 30 بروجرام، هيبقى طبعا الوضع مختلف تماما. بقيه السبيشيالات مش ما عليهاش الضغط الرهيب اللي زي الانترنال ميديسن، يعني مش هتلاقي الاف مؤلفه بتقدم عليه، وبالتالي انت ممكن تكون فيري سيلكتيف وانت بتقدم، لان السبيشيالات التانية بتعتمد بقى اكتر على السي في بتاعك، يعني هل انت عملت ريسيرش ريليتد لي ولا لا. يعني لو انت بتقدم على راديولوجي مثلا، الراديولوجي في امريكا اصلا هو عدد البروجرامز كلها ممكن ما يزيدش عن 160، وكلها بقى هتقرا سي فيها كويس قوي والبيرسونال ستيتمنت، وتشوف انت ايه الريسيرش اللي عملته، فبالتالي انت ممكن تبقى فيري سيلكتيف وانت بتقدم على البروجرامز اللي هتناسب الـ يعني السي في بتاعك، لان كل بروجرام ليه كرايتيريا بتاعته. الانترنال ميديسن حوالي 400 مثلا، حوالي 400 بروجرام في امريكا. طبعا يعني صعب انك تقدم عليهم كلهم طبعا، لان المبلغ رهيب يعني، لكن الحل ان انت في الشهور اللي قبل سبتمبر كل يوم تفتح الويب سايت بتاعت البروجرام دي، في سايت مشهور كلكم اكيد عارفينه اسمه فرايدا، بتخش عليه وبيجيب لك البروجرام بتاعت الانترنال ميديسن في امريكا ومعلومات عنها، وتبدا انت تفلتر بقى، تشوف مثلا برنامج مش هياخد حد سكوره اقل من كذا وانت جايب اقل، يبقى خلاص مش هقدم على البرنامج ده. طب البرنامج ده شكله ما بياخدش اي ام جيز خالص، خلاص مش هقدم عليه. خش على الويب سايت ده كل البروجرامز وشوف بنفسك اذا كان البروجرام ده حاسس ان هو هيناسبك انك تقدم عليه ولا لا. من اهم الحاجات اللي بتخش على تشوف الكرايتيريا اللي هم حاطينها، والاهم من ده ان انت تخش تشوف البروفايلز بتاعت اللي هم الريزيدنتس الموجودين في المكان، هل هم انترناشونال ستودنتس ولا هم مجرد كلهم امريكان جرادويتس، حتى لو الكرايتيريا اللي هو حاططها شكلها يعني مش ستريكت قوي. وكده هتقدر تفلتر البروجرامز العدد معقول تقدر تقدم عليه. طيب اقدم امتى؟ طبعا النصيحة ان انت هتقدم بالظبط يوم 15 اول ما التقديم يفتح. السنة دي انا معرفش هيبقى يوم كام بالظبط، بس اعتقد انه هيفضل برضه يوم 15. ده احسن حل، يعني ميعاد ان انت ممكن تقدم عليه. يعني عندك ظروف هتتأخر يوم اتنين تلاتة، مش هتفرق كتير، يعني انا ما اعتقدش ان في ناس فرق معاها انها تقدم متأخر يوم او يومين او تلاتة، مش هتبقى هي دي القصة. لكن حاول ما تتأخرش عن اخر سبتمبر، يعني لان في بروجرامز كتير هيكون خلاص جالها عدد كفاية جدا من الابليكيشنز، وهتقرر انها متستعملش ابليكيشنز تاني. فحاول ان انت على قد ما تقدر تكون جاهز بدري. من الحاجات اللي تاخد بالك منها موضوع الفيزا، يعني لو انت هتقدم على عدد كبير من البروجرامز تقريبا غالبا هيحتاج مبلغ كبير، هنتكلم مثلا في انه 2000 دولار او 3 على حسب العدد اللي انت مقدم عليه، لازم تتأكد ان الفيزا اللي انت هتدفع بيها سواء هي مصرية او من امريكا، ان ليه فيها يعني يكون معظم الفيزات بيبقى غالبا ليها upper limit، ما تعرفش تدفع اكتر من مبلغ معين في اليوم ده. لازم تحاول تشوف هل في upper limit ولا لا، والأبر ليميت ده يعني بالنسبة لك كويس ولا لا. لو هو أقل من اللي أنت هتدفعه لازم تحاول ترفعه. يعني أنا عملت كده، كان عندي فيزا تبع البنك الأساسي جنرال، وكان الأبر ليميت بتاعها 1000 دولار في اليوم، وأنا كنت هدفع حوالي 3.5. فكلمتهم قبلها بأسبوعين وقدمت طلب ورفعت الأبر ليميت بتاعها، بحيث إن أنا لما أجي أدفع أقدر أقدم مرة واحدة، ما أضطرش بقى إن أنا أقعد أقدم على أيام مختلفة. تمام.
طيب في حاجة تانية غير إن أنت بتقدم على الإيراز، بتريجستر على الويب سايت بتاع الناشونال ريزنسي ماتش بروجرام. السايت غالبا التقديم فيه بيفتح 1 سبتمبر أعتقد، وبيفضل فاتح لحد ميعاد الماتش. بس الفكرة إن متهيألي من بعد 1/11 بيبقى الريجستريشن بيتضاعف، يعني بعد ما هيبقى مثلا $50 هيبقى $100، فالأحسن إن أنت تريجستر بدري. تمام. طيب انا المفروض ابقى فين وانا بقدم؟ هل الاحسن اكون في مصر ولا في امريكا؟ يعني انا سمعت كلام كتير، وفي الاخر بص مش فارقه بجد كتير، يعني فرق بسيط جدا. يعني في ناس تقول لك في بروجرامز ممكن تكون هتكلمك على التليفون فلازم تكون في امريكا عشان يكون معاك رقم هناك. يعني في حالات فعلا زي دي بتحصل، بس حاجات قليله جدا، يعني ما هيش الكومن. يعني لو انت بالنسبه لك انت في يعني ظروفك ان انت مش هتعرف في امريكا وقت التقديم، يعني ما تتعبش نفسك قوي ان انت تحاول بقى تروح من بدري وتصرف مثلا فلوس شهر كامل زيادة هتقعده في امريكا في الاول، عشان بس ان انت تكون وقت التقديم في امريكا. لو انت اوريدي بتعمل ريسيرش في امريكا خلاص، او انت استابليشد قاعد في امريكا بتعمل حاجة تانية، اوكي. انما الناس اللي خصوصا على البي 1 فيزا هي عايزة تقعد اصلا اوريدي فترة الانترفيوز كلها لحد ما تخلص في شهر 2 مثلا، فهو مش هيقدر يبقى موجود في أمريكا من بدري قوي. يعني كده كده لو هو كان بيعمل امتحان السي اس، أو كان بيعمل observerships وخلص، عايز يقطع الفترة اللي هو قعدها ويرجع يخش تاني أمريكا وقت الانترفيوز، على الأقل في شهر ما بين المرتين. فأنا بالنسبة لي يعني مشيت في 8 من أمريكا ورجعت أدخل تاني في 10. يعني وجودك في أمريكا في الوقت ده يعني ممكن يساعد، بس بنسبة قليلة جدا جدا جدا، مش هتفرق كتير يعني. لكن النصيحة بقى إن أنت تكون بقى من بدري بعد التقديم، بمعنى إن أنت تكون من شهر 10 هناك، يعني من نص 10، لأن في انترفيوز بتيجي بدري في 10. انترفيوز غالبا مش هتحصل قبل أول، يعني قليل أوي إنها تكون في آخر 9 في أول 10، ده قليل، الغالب بيبقى بعد نص 10. فتحاول ان انت تكون في الفترة دي من اول هناك في امريكا. انت كمان لما بتجيلك interviews invitation من البروجرامز غالبا بيدوك اوبشنز، يعني مثلا هيدوك 3 مواعيد، او يدوك الديتس المفتوحة عندهم كلها طول الانترفيو سيزون ويقول لك اختار ما بينها. انت بقى ممكن ترتب، لو انت مش هتقدر تكون موجود في امريكا في شهر 10 خالص، يبقى انت ما تحطش اي حاجة في شهر 10 وتنقل على شهر 11. كمان تحاول ان انت تظبط الانترفيوز كلها في مواعيد يعني قريبة من بعضها، لما وأماكن قريبة من بعضها. بمعنى إيه؟ يعني مثلا انترفيوز لو جاتلك في نيويورك مثلا، يبقى حاول الانترفيوز بتاعت نيويورك كلها تظبطها إنها تكون مثلا في نفس الشهر أو في نفس الوقت، قريبة من بعض. انترفيو مثلا في مكان تاني، حاول تكون لو جالك انترفيو في نفس الولاية أو انترفيوهين مثلا في ولاية واحدة أو كده، تحاول تخليهم قريبين من بعض بحيث إن ما تضطرش تسافر كذا مرة فتوفر مصاريف السفر بتاعتك. تمام. الحاجة التانية في ترتيب الانترفيوز برضو، حاول تخلي البرامج اللي انت حاببها قوي وشايف ان انت فعلا هي دي البرامج اللي انت عايزها، لو جالك فيها انترفيوز حاول ما تخليهاش في الاول خالص، ما تبقاش اول انترفيو، لان اول انترفيو غالبا انت بتبقى متوتر فيه جدا، ما بتعملش فيه كويس زي بقية الانترفيوز. على عكس مثلا الانترفيوهات اللي هتعملها في الاخر هتبقى very relaxed. دي حاجة. الحاجة التانية، ما عادش تقريبا خلاص في بروجرامز بتدي بري ماتش، بس لو جالك حاجه فيها بري ماتش وانت بتفكر جديا ان انت تاخدها، مفيش مانع انك تحطها في الاول، الاحسن، لان بروجرامز اللي بتدي بري ماتش غالبا بتحاول تخلص بدري، مش هتستنى لشهر يناير مثلا، فتحاول تحطها مثلا في 10 في 11 في الفتره دي. يعني دي طريقه رافي كده ان انت ازاي ترتب بيها الانترفيوهات اللي هتجيلك. طبعا مش هتبقى كل حاجه يعني وردي وهتبقى بسهولة قوي، ومش هيجيلك كل المواعيد اللي انت نفسك فيها وتظبط بالشكل اللي انت متخيله، لكن على قد ما تقدر تحاول تعمل ده. بس ده بالنسبة للفترة يعني اللي هي حوالين 15 سبتمبر اللي هو وقت التقديم.